صباح يسوع. الرب وعدنا إذا طلبناه بيجي، يسطع بنوره، يشفي ويداوي ويتكلم كلام يغير الحياة. أدعوكم إن إحنا نتخلص من أحمالنا الآن وكل اللي شغلنا واللي تعبنا. عارفين من أكتر الأحمال عارفين إيه؟ هي نفسنا اللي عايزاه، اللي بسطني، اللي ناقصني، اللي مخوفني. إيه رأيكم نقدم أنفسنا للرب ذبيحة؟ أقول له ولا نفسي ثمينة عندي، أنا الوقت ده أنت اللي ثمين عندي. إذا كان في حاجة أنا طلباها وعلى قلبي أنا بطلبك أنت، أنا عايزاك أنت، أنا أنتظرك أنت، أنا بخرج من كل منظور ومن كل جسد وأضع نفسي على مذبحك ذبيحة يا رب مقبولة أمامك. ده تحدي مش سهل، الجسد لازق فينا وبيرافقنا في كل حتة بنروح فيها صبح ظهر ليل، بس يا بخت اللي يعرف يقمعه ويستعبده عشان المسيح يتمجد فيه. تعالوا نملأ أفواهنا بالصلوات وطلب وجه الرب الآن. نريد أن نطهر يا رب، نريد يا رب أن نتواصل معك. أنت عايز بس فسح لك مكان من مشاغلنا ومن عقولنا ومن نفسياتنا يا رب اللي مزحومة بحاجات كتيرة متعبة وطلبات. عايزين نطلبك وحدك يا رب، نفرغ أنفسنا وما بدواخلنا يا رب، عشان في الآخر نقول كأس ريا. لازم الكأس يفضى يا رب عشان أنت تملاه، وأنت هتملاه بحاجة أحلى بكتير اللي كانت فيه. دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. شجعك تصلي، تطلب الرب من أجل نفسك. دايما بقول ما تستنوش المنبر هو اللي يحط على أفواهكم التسبيحات، احنا كلنا جايين بذبيحة للرب. انت فعلك إيجابي دلوقتي، قل له فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي، أنا اللي بقول الكلام للملك. لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر. بترجاك ما تقيمش اللي بيحصل على المنبر، كن جزء منه. ولادك وبناتك، ملناش طلب إلاك يا سيد. في اللحظات دي يا رب بنفضي أنفسنا من كل زحمة فيها، من كل أحمال مرمية عليها. يا رب يا رب خلي قلوبنا تبقى فضيالك وأفكارنا تفضالك يا رب. بنكون إحنا الذبيحة يا رب، مش الترانيم والألحان والكلمات، إحنا نفسنا الذبيحة، نضع أنفسنا على مذبحك. ملناش هدف غير طلب وجهك يا رب، مش هنضيع وقت وطاقة يا رب في النظر إلى البشر وإلى المنظور، لكن يا رب نتحد بك بالروح القدس. هذه الدعوة الغالية يا رب اللي انت بتقدمها لنا، تنادي علينا يا رب. أي ونقول أيوة يا رب، نعم نعم سنأتي إليك. تسقط الأحمال الآن في محضرك يا رب. بصلي يا رب مش بس للناس اللي حاضرين في الكنيسة، بصلي لكل مشاهدينا يا رب، كل ست وكل راجل، كل شاب وكل شابة. إن كان يا رب في مخاوف أو أحمال يصدقوك إنها تسقط يا رب، بس إحنا نخليك تشتغل، بس إحنا نديك المساحة يا رب. أيوة يا رب بنديك المساحة، أيوة يا رب وبنقول لك نعم، وبنقول زي ما قال صمويل تكلم يا رب لأن عبدك سامع. أنت عشان تتكلم وتعلي صوتك لازم نسمع يا رب ونخضع. نملكك يا رب، نملكك يا رب، نعلن ملكك. تعال تنزل إلينا يا رب في هذا اليوم، نزل إلينا يا رب، يلي غسلت رجلين تلاميذك
تعال يا رب إلينا، تعال يا رب إلينا. قدس الأقداس مفتوح بدم المسيح، هللويا. أدخل لقدسك، أترجى وجهك. إحنا بجد عايزينه، نطلبه. صمت في النص، افضل سبح، افضل فكر في الرب. دايما هنحتاج نحصر نفسنا فيه، يعني بنعمل مجهود شوية في الحتة دي، ان احنا نخلي افكارنا والحاجات اللي زحمة دماغنا، هياخد مننا مجهود لغاية لما نعدي الحتة معينة وخلاص ننطلق في التسبيح، ومفيش حاجة تاخدنا منه. طول ما احنا جايين تركيزنا مش كامل في محضر الرب، سهل قوي ان احنا نتاخد منه، سهل قوي ان احنا نبص حوالينا، سهل قوي ان احنا نبص في تليفون مثلا، يعني لا سمح الله، احنا ما بنعملش الحاجات دي خالص في الكنيسه،
هنتاخد منه بسهولة أو حتى جماعة لو إحنا بنتابع لايف يعني أنا رأيي يعني الخاص ده بيعطلنا وبيكعبلنا. لكن لو ركزنا في الأول في طلب الرب ووعدناه إن إحنا مش هنطلب غيرك، مش هنبص غير عليك لأنك تستاهل جدا إن إحنا نحصر فيك بالكامل، في حتة هنعديها وهنبقى فعلا في الروح. يقول كنت في الروح في يوم الرب، إبليس مش هيقدر يطولنا. كل ما نخش للعمق أي زلط يترمي علينا مش هيوصل لنا، بس طول ما احنا برا بنبقى هدف لإبليس. عايزين نغرز بقى ونعوم ولا عايزين نفضل برا يا دوبك نبل رجلينا؟ احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين ايه؟ هو بيسألنا ماذا تريد أن أفعل بك؟ عايز تفضل على طول تتفرج وتقيم ولا عايز تبقى جوه جوه المية شايف الحاجات اللي على الشط كده ايه؟ طشاش، لكن انت جوه المية متشال محمول، رجليك حتى مش لمسة الارض، واي حاجة هتتحدف عليك مش هتطولك ومش هتوصل لك لانك في حتة تانية، لانك في العمق. هل هذا ما تريد؟ رب مستعد ياخدنا بايدينا ويقيس الف ذراعه ويعبرنا اذا قلنا له نعم. نعم يا سيد. ترنيمة قديمة خالص بس جميلة جدا، تقول هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، ده المكان اللي بنروح له فنتشفي ونتطمن ونتغسل ونفتكر نفكر نفسنا احنا قد ايه محبوبين، نطهر ونستريح من كل اتعابنا. وبعدين القرار بقى حاجة شديدة قوي، يعظم انتصارنا بالذي احبنا يسوع المسيح من صلب لأجلنا.
الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. مهما من إغراء، من إغراء لا رجوع للوراء، مهما كان من إغراء لا رجوع للوراء، مملوئين بالرجاء سنرى عريسنا، مملوئين بالرجاء سنرى عريسنا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. في ترنيمة مش هنقولها بس كلامها حلو قوي، بيقول لماذا نحن فقراء وإلهنا غني، لماذا نحن ضعفاء وإلهنا قوي. أكيد في ردود كتيرة جدا ووعظات ومؤتمرات ممكن تتعمل على الموضوع ده، بس أنا بتفكيري البسيط بقول يمكن عشان احنا مش شايفينه كفاية، مش عارفين هو مين بجد، مش مملئين منه. بس لما نيجي نبص عليه ونتشفي، لما نيجي نشوف أعماله، مش ده الإله اللي شق البحر؟ مش ده الإله اللي هدى العواصف؟ مش ده الإله اللي أقام الموتى؟ مش ده الإله اللي فتح عيون العمي؟ مش ده الإله اللي كان بيعمل من دهنة زيت وشوية دقيق حاجة ما بتخلصش وتشبع ناس وناس وتغير مصائر؟ هو نفس الإله المدح المرأة اللي حطت الفلسين، ما بيضحكش عليه على فكرة، هو عارف وشايف القلوب كويس قوي، فاحص القلوب مختبر الكلى. مش هو ده الإله اللي قال لا تخف لأني معك؟ مش هو ده الإله اللي بنقول إذا انسرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي؟ مش هو ده الإله اللي قال محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة؟ هللويا. مش ده الإله اللي مفيش حرف من كلامه يسقط؟ مش هو ده نفسه؟ ليه بنقع؟ علشان مش بنبص كفاية، مش بنتملي كفاية. بس الوقت ده لما نبص عليه ونرنم عنه، نتملي بالإيمان ونفكر نفسنا هو مين، فنهتفله بكل القلب. ده مش وقت تعليم، احنا مش بنتعلم حاجة، لكن احنا بنقول اللي حسناه واللي اختبرناه واللي قالوا عن نفسه في الكلمة، ونعبده بالروح والحق. عارفين ايه اللي بيحصل دلوقتي في السماء؟ دايما نشوف الارض بس كمان نشوف الحقائق السماوية. عظيم يا الله. الموضوع ده محتاج زقة مننا اكتر، ان احنا زي ما قلنا في أول الاجتماع نخلع كل حاجة لخمانة من أفكارنا ومن توقعاتنا اللي بسطنا واللي مخوفنا واللي مزعلنا، وبنقول المنبر شكله إيه مش وقته ده، وقت الرب نبص عليه ونتملي بيه. في حاجات مش هتفرق معانا كتير، معظمها بتتحط على الفيسبوك، مش هتفرق كتير في حياتنا، مش هتفرق كتير في نمونا، مش هتفرق. تعالوا نعمل الحاجة اللي بتفرق، نبص عليه نتملي بيه. وعارفين هنتملي بالجمال، لأنه أبرع جمال من بني البشر. مفيش حب كده، مفيش قدرة كده، مفيش حكمة كده، مفيش. الرب في علام، اللي يحب يقف يقف، اللي يحب يقعد اللي يحب يركع، اعملوا اللي انتوا عايزينه، عبده زي ما انت عايز تعبده، بس ارفعه. بص اترجاكوا نبص عليه، وياريت جهاز التليفون ده ننساه خالص في الوقت اللي جاي ده من فضلكم. تخليش حاجة تاخدك بعيد، أنا بترجاكم عشان مفيش ثانية تضيع بعيد عنه. أصل أنت يا رب حقك وقتنا كله وحياتنا كلها. ساعات يا رب بنستكتر نركز معاك 100% حتى في وقت العبادة. يا رب نختار أن نخلع كل جسد فينا يا رب وأن ننظر إليك. أصل أنت عايز تدينا، أصل أنت عايز
تكرمنا، أصل أنت عايز تغرقنا في الزيت يا رب، زيت حضورك ومسحتك. نقول لك نعم يا رب. مين زيك يا رب؟ مين زيك يا رب؟ مين زيك انت؟ مين في جمالك؟ مين في حلاوتك يا يسوع؟ ابتهج بك فرحا، وابتهج بالعروسة محبتك على قلبي، يبتهج بك بترنم هللويا. وعزايا غسلت قلبي.
غفرت لي كل الخطايا يسوع. وإن كنت سيدا فأين كرامتي؟ عايزك ترجع له تاني كرامته في حياتك وسيادته عليك، سيادته في كنيسته وملكه عليها. هو رأس الكنيسة، هو الأول والآخر، الألف والياء. هللويا. قل له أيوة أنت السيد، أيوة أنت اللي تقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه، أروح فين وما أروحش فين. أنت تقول لي، أنت بس يا رب تشاور. كما أن عيون العبيد نحو أيدي ساداتهم، هكذا بالضبط زي كده، هكذا عيوننا. أنا مش خاضع لقوانين البشر ولا اللي بيقولوا عليه، ومخافتي الأساسية منك يا رب ولك. أخافك يا رب في حياتي وأعمل لك ألف حساب. أنت ليك السيادة، سامحني في كل مرة يا رب أهنت كرامتك وهبتك يا رب، ما كانتش في حياتي وما كنتش مدركة حضورك الكامل يا رب وسيادتك يا رب. أنا بتوب يا رب عن كل لحظة جرحت قلبك فيها كأب وكسيد، ليعود ملكك عليا يا رب وعلى أخواتي، يعود ملكك من جديد يا رب، يعود ملكك من جديد. خد مجدك يا رب، لك السيادة، لك السيادة، لك السيادة. ندعوك ملكا فوق الجميع، فوق الجميع. وأول حد هو عايز يبقى فوقي أنا وجسدي واللي نفسي فيه وأجندتي وخطتي. أنت فوق الجميع، اسمه فوق كل اسم. قل له أنا ساعات علي رأيي عن رأيك، بس أنا عايزة برأيك تهديني عشان وبعد إلى مجد تأخذني. ندعوك ملكا. ندعوك ملكا، ندعوك أسدا، ندعوك غريبا فوق الجميع. ندعوك ملكا، ندعوك أسدا، ندعوك غريبا يسوع المسيح. ندعوك ملكا، ندعوك أسدا، ندعوك غريبا فوق الجميع. ندعوك ملكا، ندعوك أسدا، ندعوك غالبا يسوع المسيح. فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع يسوع المسيح. فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع.
فوق الجميع يسوع المسيح. ندعوك ملكا، ندعوك أسدا، ندعوك غالبا فوق الجميع. ندعوك ملكا، ندعوك أسدا، ندعوك غالبا يسوع المسيح. ندعوك ملكا، ندعوك أسدا، ندعوك غالبا فوق الجميع. ندعوك ملكا، ندعوك أسدا، ندعوك غالبا يسوع المسيح فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع، فوق يسوع، يسوع المسيح فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الجميع، يسوع المسيح. أمين، هللويا. تفضلوا استريحوا. عايزة أشارككوا عن واحد كده ربنا مدحه، بس يعني مش مدحه، في حتة كده حب يعاتبه عليها. في رؤية 2، سفر الرؤية وأصحاح 2، الرسالة اللي اتبعتت لكنيسة أفسس بيقول كده: أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله الممسك السبعة كواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع مناير ذهبية. أنا عارف، بصوا الكلام بقى، بصوا شعر: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، ولأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار. إيه القداسة دي؟ وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا، يعني في تمييز كمان، فوجدتهم كاذبين، لقاتهم، عارف. وقد احتملت ولك صبر، وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. لو الآيات وقفت عند الحتة دي نقول ده خلاص، ده هنعمل له تمثال، ده بطل، ده احنا كل ده مثل لازم كلنا نبص عليه ونعمل زيه. انت ميزت، انت حبيت، انت تعبت، انت ميزت الأشرار، قلت لا دول أشرار ما نتعاملش معاهم، دول حلوين، دول وحشين، وتعبت ولم تكل. انت عملت حاجات كتير قوي عشاني، انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، بس انت ما عملتش الحاجات دي عشان بتحبني. انت يمكن عملت الحاجات دي لنفسك او لاستحسانك. بعد كده بيقول له: لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. شكلك زي ما هو عمال تعمل كل حاجه كنت بتعملها وانت بتحبني، دلوقتي بتعمل نفس الحاجات بس مش لانك بتحبني. ممكن بتعملها عشان تبني اسمك، عشان ليه بتحس انك كويس، to feel good about yourself، عشان تبني مملكة ليك أو اسم ليك. أنت عملت حاجات كتير قوي كويسة، بس الدافع وراها ما كانش عشان أنت بتحبني. وأنا عايز أقول اعتراف، يعني ياما حاجات كتيرة عملناها حتى في الخدمة لأنفسنا عشان إحنا عايزين كده، عشان إحنا مستحليين الفكرة، أو عشان حاجات عملناها فنجحت وعايزين نكررها ومكملين من غير ما نراجع هل إحنا بنعمل كده عشان بنحبه ولا لأ. وياما سرقنا مجده، وياما عملنا حاجات كنا احنا مركزها مش هو، رغم كل الحاجات الكويسه دي اللي اتعملت دي، ده سنين في حياتنا صبرنا وتعبنا واشتغلنا ورحنا يمين وشمال. هو ده يا رب اللي انت جاي تقوله في الاخر: عندي عليك انك تركت محبتك. طب انت يعني مش شايف التعب ده كله؟ انت مش مقدره؟ لا، هو الرب قال له انت عملت حاجات كويسه، بس أنا بعاتبك يا ابني يا بنتي عشان ما كانش المحبة لشخصي هي دافع ما فعلت. قال له ده أنا ممكن يوصل الموضوع إن أنا أزحزح منارتك، المنارة اللي اتبنت دي اللي بقت كل الناس شايفاها. خلي بالك، لأن أنت لو ما رجعتش تاني بقلبك ليا أنا ممكن أزحزح المنارة. الحقيقة ربنا استنى علينا كتير قوي، ويفضل ينادي ويعاتب مرات كتيرة عشان نرجع بقلوبنا ليه ونقول له رجع نار محبتك جوه قلوبنا. هو مش بيقول كده عشان ييأسه،
يقول أنا مقدر اللي أنت عملته، بس السبب كان إيه؟ أنت عملت كل ده عشان إيه؟ ده أنت نسيتني وبقيت تشتغل لوحدك، أنت بقيتش تراجعني في اللي بتعمله، أنت بقيتش تتأكد مني من كل خطوة بتعملها إن دي حسب قلبي ودي خطتي. الفريش، المن النازل. بس إحنا بنحبه مش كده؟ إحنا بنحبه وعايزين نكون عايشين الحياة دي. إحنا كل حاجة بنعملها عشان بنحبه، نعملها عشان بجد عايزين مجده، عايزين مجده يعلى في حياتنا وفي كنيسته. شكر ربنا على كل إيدين الخدمة وعلى كل المجهودات. في ناس فعلا بتتعب، وصلي إنه كلنا نكون بنعمل كده عشان فعلا نبني ملكوته هو مش ملكوتنا إحنا، وعشان نكون بنحبه بجد. لو حبينا زيه، لو خدنا قلبه، هنبكي معاه على كل وجع حوالينا، هنبكي على البعيد والضايع، هنبكي واحنا شايفين اخوات لينا ممكن يكونوا بينهاروا، هنبكي معاه، هنتحد بقلبه لو احنا بنعمل ده عشان بنحبه. تيجوا نرجع نطلب ده تاني، نقول له عايزين نحبك، عايزين نحبك من كل قلوبنا يا اللي حبيتنا اولا. انت ما خليتش حاجة ما عملتهاش عشاننا. عايزين نحبك يا رب من جديد، عايزين العلاقة ترجع تاني مبهرة لينا وتشدنا بعيد عن كل ملذات وعن كل حاجة شايفينها بعنينا. عايزين حبك يشدنا، اكذبني وراءك فنجري، وتكون انت القوة الجاذبة في حياتنا، انت المحرك في حياتنا. امين. هتحبوني؟ تحبني مع بعض؟ أتحبني؟ 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 فإن فسد الوعاء أو إن
اسمك، بنحب حضورك، بنحب مجدك. منك وبك ولك كل الأشياء، أنت هو وليس سواك. كوكب الصبح المنير، الألف والياء، املأ المشهد، املأ قلوبنا، املأ كل كياننا، املأ كل خلية فينا بمحبتك. أنت قلت أنا أصعد إلى هنا فأريك، اجذبنا وراءك، اجذبنا وراءك، اجذبنا وراءك فنجري. أشكرك أبويا السماوي من أجل النعمة النازلة من الرأس يسوع، الدهنة النازلة من الرأس يسوع تنساب حتى الطرف الثياب. هناك هنا يأمر الرب بالبركة. ما أحلى وما أجمل أن نسكن معا، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ونتهلل به، أن الرب يصنع عملا في وسطنا، الرب يصنع عجبا في وسطنا. جئنا إلى بيت الرب، توقع من الرب الآن، والرب أنا جيت لبيتك، أنا بعظمك وبعليك، أنت صانع عجبا لأنك أنت إله العجائب، معتزا في الكرامة، مهوبا في التسابيح، صانع عجائب. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نفرح ونتهلل به، أن الرب يملأ بيته مجدا، الرب يملأ بيته مجد، وبيته نحن، نحن بيته. يا رب نعظمك على بيتك، بنعظمك على اسم، بنعظم اسمك على بيتك وعلى كل حد موجود هنا في اسم رب يسوع أو بيستمع لينا في هذا اليوم. يا رب عظمك، بعظمك، بعظمك، املك نستك مجدا. ما أحلى وما أجمل أن نسكن معا، الدهن الطيب الذي على الرأس ينساب على كل الجسد حتى طرف الثياب. هنا يأمر الرب بالبركة، حياة إلى الأبد. يا رب أشكرك من أجل البركة، النعمة، السكيب، الحضور والقوة. أشكرك من أجل افتداء أمور كثيرة، شفاء أمور كثيرة، تشجيع أمور كثيرة، وإطلاق جسدك في ملء القوة وملء النعمة وملء البركة في اسم يسوع المسيح. أمين أمين أمين. مرة كمان سعيد أكون موجود في وسطيكم، أشكركم من أجل دعوتكم ليا، وسعيد أكون موجود معاكم في آخر اجتماع مع بعض يعني في هذا الأحد. معرفش عنك بتحب الكنيسة ولا لأ، بس عارف حاجة واحدة، أن الرب بيحب الكنيسة قوي، وأنا بدور على حاجة هو بيحبها وأحبها معاه. هو بيحب كنيسته جدا، بيحب كنيسته جدا. كنيسته مش حيطان بس، الحيطان مهمة، لكن كنيسته حجارة حية، والحجارة الحية دي محبوبة جدا منه، لأنه اشتراها، لأنها غالية، لأنها مش بالنسبة له أداة. الكنيسة مش أداة، الحيطان مش أداة، حضرتك وحضرتك مش أداة للاستخدام، يعني بيستعملك شوية. نو، حضرتك كنت غالي جدا وما زلت غالي جدا وهتفضل غالي جدا كل لحظة في حياتك، لدرجة أنه لم يشفق على ابنه، بذله لأجل حضرتك وحضرتك، وإحنا بذله لأجلنا أجمعين بلا استثناء. فكيف لا يهبنا مع ابنه أو في ابنه كل شيء؟ اليوناني تحمل البعدين، مع ابنه أو في ابنه. فهو بيحب كنيسته جدا، كنيسته غالية جدا جدا جدا، اشتراها، غسلها، قدسها، حبها، مات من أجلها، لدرجة أنه سماها العروس. بننسى في بعض الأحيان هو إنها اسمها العروس وهو العريس، والعروس دي محبوبة، العروس دي غالية، العروس دي يعني دي العروس دي اللي خطبها إلى الأبد، وفي عرس آتن كلنا هنحتفل فيه، لأنه بيراها محبوبة مليانة، شكلها بيبقى شكله. عارفين لما اتنين يتجوزوا فجأة يبقى شكلهم زي بعض كده؟ ده بيحصل كتير قوي. أنا مراتي مش مصرية، وكنا نضحك لما حد يقول أنت شكلك شكل بعض، طبعا نكتة يعني لأنها أحلى مني بكتير. فالقصة أنه بعد شوية أنت بتبقى العروس بتبقى شبهه الحقيقي، الحقيقي في تكوين واحد
وتكوين 2 يقول لك لم يجد معينا نظيره. ونظيره يعني ناظراه، مش نظيره يعني زيه او راسها براسه، نظيره يعني شايفاه فبقت شكله. كلكم عارفين انه في سفر التكوين الخلقه بتاعت حواء وادم هي صوره نبويه عن الرب يسوع والعروس والكنيسه، لانها جت من ضلعه، من جنبه، من جنب يسوع المطعون. دي صوره نبويه عن من جنب يسوع المطعون بتخرج هذه العروس، وهذه العروس ناظراه فبتبقى شبهه وجها لوجه. هو ده الكتاب المقدس يقول عليه في رساله كورنثوس، بوجه مكشوف ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، فبنتغير الى تلك الصوره. حلو قوي عينها، exact image. تصوروا تيجوا نفكر ان الرب دعيك انك تبقى تلك الصورة عينها. طب اعمل ايه؟ انا محتاج اعمل حاجات كتير عشان اتغير للصورة دي. وانظروا وجها لوجه. تعرفوا الستات اللي بتتوحم تقعد تتأمل في صورة حلوة عشان يطلع البيبي حلو؟ عارفين انه طبيا انه اثبتوا انه ده مش خزعبلات. بالظبط كده. فده بيحصل انه حضرتك بثبات وجهك وثبات عينين قلبك في وجه الرب بتتغير الى تلك الصورة عينها. ودي حاجة بتحصل روحية فبتتغير. أتاري القصة مش مجهود، ليس ليس ان احنا بقينا نستحق او نستاهل. القصة كلها ناظرين مجد رب وجه مكشوف، وهو ده المطلوب مني. انا مثبت وجه قلبي، مثبت عشان كده العبادة اغلى جزء في الكنيسة. ما اعرفش عنكم، بس انا تربيت بطريقة انه وقت الترانيم ده وقت بس بنجهز الدنيا للكلمة، ودي ده غلط. وقت العبادة ده اغلى وقت في حياتك الروحية، أغلى وقت في الكنيسة، أغلى وقت في أوضتك، وقت العبادة. لأن هو ده الوقت اللي كل كيانك بيتحرك تجاه الملك، وعينيك بتتملي بالملك. خليني أقول لك، المفروض أن الكلمة تبقى عبادة، لأن لو الكلمة مش بترسم قدامك صورة يسوع عشان تراه في ملء بهاء ومجده وتعبده، الكلمة دي فالعبادة أغلى حاجة، لأن ناظرين مجده بوجه مكشوف، لأنه خلع البرقع، لأنه رفع البرقع، لأن الحجاب اتشق من فوق إلى أسفل. فلك ثقة، لك دخول، لك جرأة، لك قدوم إلى عرش النعمة. ناظرين مجده بوجه مكشوف، فنتغير إلى تلك الصورة. ومرة تانية كلمة إيه؟ عينها، exact image. ده استحالة، ده ستاندرد عالي جدا، لأن أفس 4 يحكي لك عن هذا الستاندرد، يقول لك ننمو إلى قياس قامت ملء المسيح. واو، هو ده الستاندرد، هو ده الستاندرد. الستاندرد أنا بروتشابل، ما تقدرش توصل له، ده ستاندرد عالي قوي. بس يقولك في نعمة، عشان كده طول الوقت بنصرخ هذه النعمة، رب أسكب نعمة، لأن النعمة قوة مغيرة. نعمة مش نعمة خلاص بس، أنت محتاج النعمة في الخلاص، أنت محتاج النعمة للتغير، أنت محتاج النعمة للستاندرد للرب، للمستوى اللي رب حطه قدامنا في ابن الله، ابن الإنسان يسوع المسيح. وقال لك أنت بننمو إلى هذا القياس، هو ده الستاندرد، قياس قامت ملء المسيح. طب أعمل إيه؟ ده قياس عالي قوي. ارفع عينك وقوله نعمة، وقف وأعبده. العبادة وقت هام جدا، صوتك الخارج وقت هام جدا. اسمعيني صوتك، أريني وجهك. ليه؟ لأن الصوت بيعمل alignment، بيحرك كل كياني وكل مشاعري وكل خلاياي وكل عناية إلى اللي أنا بعبده، اللي أنا بتكلم له، اللي أنا رافع نفسي ليه. عشان كده صوتك هام جدا. ما أعرفش برضو أنكم تربيتوا زي ولا لأ، تربيت الترانيم ده وقت كده يعني لغاية لما المتكلم وبقى كده تربيت أنه مش لازم أطلع صوتي. لولو كانت امبارح بتحكي في ناس بترنم لجوه، مفيش حاجه اسمها كده. جبناها من فين؟ كانت قالت الجمله، جبناها من فين؟ مفيش حاجه انها بترنم لجوه، لان صوتك اهم جدا، لان اطلاق صوتك. عارفين خد الواجب ده، امبارح اديتكم واجب، فاكرين؟ خد الواجب ده. بص في حزقيال، كل مره الرب قال لحزقيال تنبأ يا ابن ادم، ويقولوا هذا التعبير كده، تنبأ يا ابن ادم. تنبأ دي يعني طلع صوتك،
تنبي ابن آدم. تقولي ده عهد قديم، أقولك لا لا لا، ده بيتكلم على عهد جديد. تقولي فين في العهد الجديد يقول حاجة زي كده؟ أقولك كمثال، كمثال بس بدون يعني ده مش موضوعنا. قال بولس قال كده، أمنت لذلك تكلمت. يعني إيمانك لازم يتحول إلى لغة خارجة من فمك، وإلا في حاجة ناقصة في إيمانك، في حاجة ما بتتممش، ما بتتممش، ما بتقويش، ما بتثبتش هذا الإيمان. لازم ودانك تسمع صوتك بيعلن إيمانك، لازم ودانك تسمع صوتك بيعلن إيمانك، لازم ودانك تسمع صوتك بيعلن مجد الملك، لازم ودانك تسمع صوتك بيعلن البركة والأبواب المفتوحة على بيتك وعلى أولادك. لازم ودان، لازم صوت يخرج. يا ما قابلت رجالة أنا بحب طبعا عيلتي، أنا بحب طبعا أولادي، أقولك بس أقول له بس حبيبي أنا اللي خارج من صوتك، اللي خارج من كلامك لأولادك، اللي خارج من كلامك في البيت كله، يقول لي عشان بحبهم. طب انت بتقول انك بتحبهم، انت بتقول انك بتباركهم، انت بتقول ان هم اولاد للرب، انت ليه؟ انا بقول التوبيخ علشان بحبهم. رائع، مش بقولك ما تبوبخش، بس محتاج انك تقول برضو البركة. انتوا هنا؟ Are you here؟ اوكي انا اسف دخلت في الموضوع ده، بس ليه؟ لأنه صوتك بيخلق، صوتك بيصنع أجواء. ودانك لازم تسمع صوتك بيعلن إيمانك، ودانك لازم تسمع صوتك بيعلن البركة والأبواب المفتوحة. وده مش ينطبق على الرجالة بس، ينطبق على السيدات أيضا، وينطبق على الشباب، ينطبق علينا كلنا. أمنت لذلك إيه؟ تكلمت. لأنه من فضلة القلب، كلكم عارفين الآيات، فضلة القلب يتكلم اللسان. فلو القلب مليان إيمان، من فضل ده بتبابلز أب، بتطلع. فمن فضلة القلب في كلام خارج، في إيمان خارج، في بركة خارجة، في نعمة خارجة، في إيمان خارج على أولادك وعلى أبواب اللي جاية. وعن آخر مرة تنبأت، بمعنى تنبأت بمعنى أنك قلت كلمات البركة وكلمات النعمة وكلمات التشجيع، لأن كلمات التشجيع وكلمات هي بتقرأ كده في كورنثوس 14، مش موضوعنا. بس مرة تاني، ربي يحب كنيسته جدا، ربي يحب كنيسته جدا. امبارح قلت كلمات كنت شغلت بيها روحيا عن الكنيسه هنا، وجناب القسيس قال لي معلش قولها تاني لان مش كل اعضاء الكنيسه كانوا موجودين. فانا هقول لكم مره تاني اللي انا شعرت بيه جوه روحي. هذا المكان وهذه الكنيسه رب دعاها انها تكون مركز للنهضه، وانا كنت بدعو هذه الكنيسه لاوقات، لانه زي ما يكون الكنيسه مدعوه انها تخلق تاريخ للزمن اللي جاي. وفي مراحل زي كده مهم جدا انه بنزق في الحضور الالهي. فكنت بدعوكم او بشجعكم ككنيسه من اجل ازمنه الصوم. طبعا انا قلت لجانب الاسيس، والجانب الاسيس طبعا مدرك ده اكتر مني كمان، انه ده امر يمتحن وفي قرار قيادي يعني للكنيسة بي. بس كنت بدعو لأزمنة الصوم من أجل البوش الروحي اللي رب يدعوه بالإرسالية اللي على هذه الكنيسة وعلى هذا المبنى، لأن هذا المبنى وهذه الكنيسة لم تعطى عشوائيا في هذا المكان، لكن ده في قصد إلهي من الرب، من أجل منارة، من أجل عمود نار، من أجل حركة إلهية رب عايز يخلقها في المنطقة، مش بس للمنطقة. كنت شايف ناس كتيرة بتأتي من بعيد ومن قريب عشان تتلمس مع النار وتتدرب في هذا المكان وتخرج. كنت شايف فلو داخل وفلو خارج، شكله مختلف. في ناس بتفضل في المكان، بس في فلو خارج داخل من ناس كثيرة من بعيد ومن قريب، مش بس من المنطقة، من أمريكا ومن برا أمريكا، جايين لهذا المكان من أجل تريننج، من أجل فاير، من أجل نهضة، من أجل مقابلات مع الحضور الإلهي. الرب عايز يملأ به هذه الكنيسة وهذا المبنى، ويخرجوا من الجانب الآخر. البعض بيخرج، البعض بيقعد، بس يخرجوا من الجانب الآخر بإرسالية وبشكل مختلف. كنت شايف ترافيك كتير جدا، ترافيك. أنا بستعمل كلمة ترافيك، بستعملها كمان عن السماء، ترافيك من السماء على المكان. حلو قوي يبقى في ترافيك من السماء، مش كده؟ لما كان في ترافيك في بركة بيت حسدة كان الناس بتخف، فاكرين لما الملائكة كانت بتنزل تحرك المية؟ ده ترافيك. فالترافيك مش بس في LA بيعمل الترافيك السماوي، مفهوش ترافيك جامس. ففي ترافيك سماوي على هذا المكان، وفي ترافيك أرضي في هذا المكان. حتى كنت بشجع وإخواتي قالوا لي
نعم كنت بشجع أنه توسعوا الباركينج لأنه حيبقى فيه ترافيك أرضي وترافيك سماوي على هذا المكان. فمن أجل الفلو اللي جاي في احتياج لاتساع في الباركينج كمان. ربنا يقودكم. ففي ترافيك كتير لهذه المنطقة لهذا المكان. بس It's time. ده الوقت انك to push. وعشان كده بشجعكم على الصوم لو شعرتوا بكده. شجعكم من اجل الصوم من اجل تحقيق مقاصد رب. لان الصوم بيصنع تاريخ. الدخول قدام العرش والتشبث بأزيال الحضور الإلهي دي بتصنع تاريخ. وكلمة تاريخ ما تخدكش. كلمة تاريخ بتعني ان احنا في مفترق طرق. يا اما نبقى عادي يا اما نبقى في ملء المشيئة. فاكرين شمشون لما قال كده لدليل قالها إن حلقت أصير كأحد الناس أبقى عادي. دايما عندنا الأوبشن إن احنا نكمل عادي بس في نفس الوقت عندنا الأوبشن إن احنا نبقى في ملء المشيئة في ملء القوة في ملء الراحة في ملء النعمة. دايما بنمر بمفترقات مش يعني كثيرا بنمر بالراوند أباوت ده سموه هنا راوند أباوت ولا سموه إيه؟ في انجلترا يسموه راوند اباوت هنا برضو راوند اباوت في الميدان يعني قدامك اما تطلع اكسس كده اما تطلع اكسس كده ولو خدت اكسس غلط بتلاقي نفسك فين بقى عشان تعمل يوتيرن ان شاء الله ربنا يديك طول العمر. في بعض احيان ده بيحصل روحيا بيحصل في القرارات بيحصل في نفوسنا وارواحنا نعدي في الحياه الروحيه كده براوند اباوت او بميدان ولو خدنا اكسس مش مظبوط فين لاقي نفسك كنت رايح كده رحت كده خالص. روحيا احنا محتاجين نعمه عشان لما نخش الراوند اباوت نخرج من الاكسس اللي ربنا عايزه عشان ما نضيعش وقت مش كده ولا ايه. وانا حاسس ان الكنيسه في المفترق طرق ده في الراوند اباوت ده اللي هو يا اما نطلع اكسس عادي يا اما نطلع اكسس والعادي ده في نظر الناس حلو فمش كمان على حاجه وحشه. فالعادي ده في نظر الناس بيبقى كويس نظر الناس تحكم زي ما عايزه لكن ملء المشيئه او ملء القصد ده حاجه تانية خالص. فمره كمان بشجعكم من اجل انك تحب وتحلم باحلام الرب للعروس تحلم لانه بيحبها جدا. انا بحكي معاكم عارفين انه في الخيمه الاجتماع وفي الهيكل يمكن بعضكم سمعني بقول كده كان كل حاجه مطليه ذهب كل حاجه في هيكل سليمان كل حاجه في خيمه الاجتماع كل حاجه كانت مطليه ذهب يعني 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 مائدة خبز الوجوه كانت خشب مطلي ذهب كل حاجة كل الفرنتشر الموجودة في الهيكل هيكل سليمان نفسه خلينا نتكلم على هيكل سليمان كلها كانت مطلية ذهب ما عدا حاجتين كانوا ذهب صافي. عارفين ايه ذهب صافي؟ يعني كمثال منهم كان غطاء التابوت العهد نفسه كان خشب صنط وده خشب تقيل جدا خشب صنط بس مطلي ذهب التابوت الجوانب والقاع لكن الغطا كانت سبيكة ذهب صافي. تصور الغطاء سبيكة ذهب صافي تصور قد ايه ده تقيل بس اخرج من كلمة تقيل و ليه كان فقط الغطاء سبيك الذهب صافي؟ لأن حضور الرب الشكينة كانت بتأتي ما بين الكاروبيم الموجودين على هذا الغطاء ويأتي الرب وتسمى هذا الغطاء كرسي الرحمة. فاكرين؟ كان بيتكلم من وسط من على هذا الغطاء الرب مع موسى وجها لوجه. فكان موسى يخش ويتكلم مع الرب وجها لوجه من بين الكاروبيم. فالحضور الإلهي ذهب صافي. فعشان كده غطاء التابوت ما كانش ينفع يبقى مخلوط ما كانش ينفع يبقى خشب مطلي ذهب لا ده ذهب صافي. كلكم عارفين انا رايح فين. الحاجه الثانيه اللي كانت في هيكل سليمان ذهب صافي كانت المناره. فكل حاجه خشب مطلي ذهب ما عدا غطاء التابوت والمناره. تقولي حلو قوي المناره ذهب حلو قوي يعني كانوا يجيبوا قطع الذهب ويقعدوا ينحتوا هذه المنارة. باي ذا واي المناسبة المنارة دي كانت منارة كبيرة جدا وكانوا لازم يعملوا فيها جروفز عشان يعدي فيها الزيت فكان شغلانة قوية جدا محتاجة صناعة ماهرة. عشان كده كان اللي بيصنع هذه المنارات كان شخص عليه الروح القدس تقرأ كده في كتاب مقدس. ليه؟ لأنه كان بيصنع حاجة غالية جدا ومحتاجة تالنت جامد قوي.
المنارة أفهمها من العهد الجديد. تقرأ كده في سفر الرؤية، المنارة هي الكنيسة. تقول يعني، أقول لك يعني نفس الكواليتي بتاعت غطاء التابوت هي نفس الكواليتي بتاعت كنيسة الرب. الكنيسة مرحة كتما، الكنيسة مش ديكوريشن، الكنيسة مش كلب، الكنيسة مش مكان بنروح لكل يوم الحد ونبوس إيدينا وش وده روحنا الكنيسة. الكنيسة مكان حضور إلهي ذهب صافي، وهو بيحب الكنيسة جدا. يسميها الكرمة المشتهاة، لو مش عاجبك كلمة عروس عشان أنا راجل بشنب مش منطبق عليا قوي كلمة عروس دي، لا منطبق على حضرتك زي ما منطبق على مراتك إنها ابن. مش أوكي، مش مهم. فيسميها الكرمة المشتهاة، يقول أنا ألاحظها أسقيها كل لحظة لا يوقع بها، أنا دفعت كل التمن من أجلها. باي ذا واي، يعني إنك منتمي لجسد ده حاجة غالية جدا، ده بيمتعك بحماية مضاعفة. حضرتك كابن وابنة لك حماية في المسيح يسوع، بس كابن وابنة في جسد لك حماية مضاعفة. Are you here؟ محتاج تحب الكنيسة. أنا مجرد بعمل دعاية للكنيسة، مش دعاية للكنيسة، بعمل دعاية لكنيسة الرب عامة، لأن كنيسة الرب غالية جدا، بيحبها جدا. كنيسة الرب في كل مكان، كنيسة الرب غالية. لو أنت بكنيسة تانية بتكلم على كنيستك برضو، لأن هو بيحبها، لأن كنيسة الرب كنيسة غالية جدا. فبيقول ألاحظها أسقيها كل لحظة لا يوقع بها، لأن ليها حماية خاصة، لأن هذا الجسد له حماية خاصة، جسد الرب. فحب جدا في الكنيسة، لأن الرب له رؤية، له دعوة، له مقاصد على كل حاجة في حياتك. هذه الأيام كنا بنحكي في قصة القصد والدعوة اللي على حياة كل واحد واحدة فينا، ودايما بقى في أسئلة كتيرة. خليني أقرأ لك النهاردة مشاركة بسيطة جدا، وحبص على ثلاث أسئلة في كتاب مقدس وزي رب جاوب عليهم. أول سؤال في سفر الخروج، سوري، في سفر يشوع. ثلاث أسئلة بساط قوي اتسألوا في كتاب مقدس، وشوف رد الرب عليهم إزاي، وشعر الرب عايز يحمل ثلاث رسائل متنوعة لينا هذا الصباح أو هذا اليوم. ليه؟ لأنه مش الأسئلة إيه الدعوة، الدعوة لحياتك أنك تكون ابن وابنة، دعوة لحياتك أنك عابد، ومن خلال العبادة بتعرف تفاصيل الدعوة الشخصية بتاعتك. مفيش حد مش مدعو أنه يعبد، مفيش حد تقولي أنا مش عارف دعوتي، أقولك نو أنت عارف دعوتك. دعوتك أنك تقف قدام الملك وتبقى ملك وكاهن قدام الرب. غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا إيه؟ إيه رأيك في الدعوة دي؟ لا لا لا، ما أقصدش أنك تقول جميلة، أقصد أن دي دعوة عليا، دي دعوة مقدسة، أنك تبقى قدام الرب كابن وابنة، ملك وكاهن. يعني ايه ملك وكاهن؟ يعني بتقف قدام الرب عشان تقدم ذبيحة عبادتك وذبيحة قلبك وذبيحة حياتك، تقدم كل هذه العبادة، وبسبب وقوفك قدام الرب ككاهن قدام الرب، رب يديك سلطان. كل الذين آمنوا بي أعطاهم ايه؟ سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أتاري ابن الله ده في الباكيج معاه في قصة اسمها سلطان. فتقدر تقول لا العدو الخير، تقدر تقول تاخد قرارات في حياتك بتختار فيها الرب. فأساسي في الدعوة، ما ينفعش تقولي أنا مش عارف الدعوة على حياتي. هقولك اعمل الدعوة، اعمل الثلاث وظائف دولة، ابن أو ابنة، ملك وكاهن. اعمل الثلاثة دولة، ولو عملت الثلاثة دولة هتعرف التفاصيل الخاصة لدعوتك. كن أمين في دولة هتعرف التفاصيل الخاصة. تقول لا 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 أنا ما مش عاجبني الثلاثة دولة، أنا عايز أكون واعظ، وهي دي الدعوة على حياتي. أقولك مش هتعرف تبقى واعز إلا لو كنت التلاتة دول. التلاتة دول أساسيين الدعوة، دول أساسات الدعوة على حياة أي حد فينا، دول الستاندرد، دول اللي هيفضلوا للأبد. في السماء مش هتبقى واعز، بس في السماء هتفضل ابن، ويمكن ملك وكاهن دول بيتغيروا شكلهم في السماويات، بس بتفضل ابن في السماويات. فالقصة كلها ان دول الثلاثة الاساسيين لدعوة كل واحد. فكل حد سمعني او بيستمع لينا هذا اليوم كده انت عرفت دعوتك. انا اسف. ما عندكش عذر، انت بلا عذر، انت ابن ودي وظيفة، انت
كاهن ودي وظيفة، أنت ملك أمام كاهن وملك أمام الرب. في طبعا طوائف لها دي ترتيب اسمه كهنوت، لكن احنا بنتكلم على الصورة الروحية، الوظيفة السماوية، أنك أنت ابن، أنت كاهن وأنت ملك أمام الرب. كون أمين في دولة ستعرف دعوتك الشخصية. فوانت واقف قدام الرب كتير بيبقى فيه يعني خلينا أقرأ لك الآية يشوع 4 حدث عدد 13، لما كان يشوع عند أريحة رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبلته، كلكم عارفين الشاهد ده، سيفه مسلول بيده. صار يشوع إليه وقال له، سأله سؤال، وده أول سؤال، أنت لينا ولا علينا؟ عارفين السؤال ده؟ ده في يشوع خمسة، أنا آسف، يشوع 5 عدد 13، يشوع 5:13، لما كان يشوع عند أريحة رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبلته. ده في الدعوة، ده يشوع في بداية دعوته أو في البدايات بتاع دعوته. فصار يشوع إليه وقال له، هل لنا أنت أو لأعدانا؟ ده أول سؤال النهاردة جوايا. كتير بنسأل رب، أنت عايزني أعمل كده ولا مش عايزني أعمل كده؟ أنت في الموضوع ده ولا مش في الموضوع ده؟ أروح يمين وأروح شمال؟ حد عمل كده قبل كده؟ في الأغلب كلنا عملنا كده قبل كده. فكتير في الدعوة، كتير وإحنا ماشيين وراء الرب يبقى جوانا السؤال، انت لينا ولا علينا؟ انت في الموضوع ولا مش في الموضوع؟ انت هنا ولا مش هنا؟ انت ورايا ولا مش ورايا؟ انت موافق ولا مش موافق؟ لذيذ ربنا ان عمره بيجاوب نعم ام لا، ما اعرفش مريته بالاختبار ده ولا لا، بس لو اي حد هنا كان بيفكر يرتبط في يوم الايام ويقف قدام الرب، يا رب ليلى ولا منى، عمره بيقول ليلى ولا منى، عمره بيعمل. ف يمين ولا انت لينا ولا علينا؟ طب دي بقى مش ليلى ولا منى، هل انت لنا او لاعدائنا؟ والاجابه سهله واضحه، انا ليك يا ابني، مش كده؟ يعني ممكن تغشش ربنا يا رب، واضحه يعني واضحه، طمنه قول له انا ليك يا ابني، مش كده؟ وهو في القصه ان هو كان جاي ليه ولا مش ليه؟ كان جاي ليه، انا ليك يا ابني، طمنه. الاجابه ايه؟ شايفينها؟ قال كلا. يعني انت لينا ولا علينا؟ نو no. انا رئيس جند الرب الان اتيت. كتير بنسال الرب، يا رب انت لينا ولا علينا؟ انت في الموضوع ده مش الموضوع ده؟ انت طب قول لي بس روح يمين وروح شمال. ربنا لذيذ جدا، لان ربنا بيحترم جدا حريه ارادتك. ربنا عمره ما بيخلقش انسان آلي يدخل جواه الانفورميشن ويتوقع امشي يمين امشي شمال. لا، شوف اللي حصل هنا، وده اللي انا نفسي تدركه هنا. قال كلا، انا رئيس جند الرب الان اتيت. فسقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد وقال له، بماذا يكلم سيدي؟ ده السؤال الصح. السؤال الأولاني كان غلط. يشوع كان واقف قدام رئيس جند الرب. البعض يقول لك ده كان الرب نفسه، وأنا أتفق مع ده. البعض يقول لك ده كان رئيس من الملائكة، مش موضوعنا يعني، مش شراح يقولوا زي ما عايزين. قالوا أنا رئيس جند الرب الآن أتيت، أنا مش ليك ولا عليك، أنا الملك. فسجد يشوع وسأل سؤال آخر. أول سؤال أنت لينا ولا علينا؟ تاني سؤال بماذا يكلم سيدي عبده؟ السؤال الأولاني غلط، السؤال التاني صح. سأل مشغول بإجابة هذا السؤال أو مشغول بما يحمله السؤال ده لينا النهاردة. لما يشوع سجد السؤال كان صح، والإجابة أدت لسقوط أسوار أريحة. عايز تقول إيه يا نادر؟ إيماني إن روح القدس عايز يشجع كثيرين وكثيرات هنا لحياة جديدة من السجود قدام الرب. وأنا عايز شجعك للسجود، حتى لو ركبك في بعض حين توجعك. أنا أعرف كثيرين وكثيرات، فعلا كثيرين وكثيرات، لما حكيت معاهم عن السجود
قالت لي انا كبرت، انا في وجع ما ينفعش. وانا مش بقول تعمل كده، يعني مش بقول ده امر، لكن وفي ممكن تسجد بطريقه ما توجعش ركبك، لكن ياما كثيرين وكثيرات ابرئت عظامهم بسبب سجودهم. فما تلغيش نفسك، ما تفصلش نفسك من قصة السجود. لدرجة أنا في بعض الأحيان بشجع فريق عندنا سامع الجملة دي 15,000 مرة طول الوقت بذكرهم بيها، ولو اصحى من النوم اتزحلق من سريرك على ركبتك، ما تقومش وتقول رايح أعمل قهوة، انزل من سريرك بس على ركبتك وقضي دقيقتين ثلاثة بس، اديله اليوم، قدم له اليوم، قل له أنا مجرد بسجد لك في بداية اليوم، مجرد عشان ما تنساهاش كده، انزل من السرير كده على ركبتك جنب سريرك كده هو، واديله دقيقتين، قدم اليوم، قدم البيت، قدم الشغل، قدم الحياة، مجرد دقيقتين، مش هتضيع وقت، ما تقلقش. بس خلي بالك ان هذا السجود له تأثير غير عادي، بيزبط كل حاجة، لانك بتقدم هذه العبادة وبتطلب ان هو بماذا يكلم سيدي عبده، مش انت لينا ولا علينا، انت بتلعب معانا ولا بتلعب ضدنا، انت هتوافق ولا مش هتوافق. نو انت بتخضع حياتك وبتخضع يومك قدام الملك عشان الملك يحط كل حاجه في مكانها. فاكرين دانيال صدر امر دايما بابل، دانيال في بابل قصه نبويه. انا بالنسبه لي سفر دانيال ده كله سفر نبوي، يعني الشراح يقول لك ايه، اول جزء من دانيال ده سفر تاريخي، والجزء الثاني لما دانيال بيتنبأ ده جزء نبوي. انا بالنسبه لي دانيال حتى في التاريخ بتاعها نبويه. ليه؟ لان دانيال في بابل هو حضرتك في العالم. اشجعك اقرا سفر دانيال. دانيال في بابل هو حضرتك وحضرتك وإحنا في العالم، لأن بابل في كتاب مقدس صورة للعالم، ودانيال هو صورة لشعب الرب. هو حضرتك في أمريكا، هو أنا في مصر، دانيال في بابل. ودانيال نجح في بابل، نجح 100%. ومقاصد الرب أنك تنجح، ومقاصد الرب أنك تكون في شغلك وفي حياتك ناجح 100%، بس في نفس الوقت مؤثر 100%، بس في نفس الوقت مدعو 100%، بس في نفس الوقت بتسمع صوت الرب بطريقة مستمرة يومية. دانيال كان بيشتغل طول الوقت، ففي شغل بس في دعوة في نفس الوقت، مش مفصلين عن بعض، مش أصلا أنا في شغل فما فيش على حياتي دعوة. نو دانيال في بابل هو بيشتغل وهو في شغل مهم جدا، وفي نفس الوقت على حياته دعوة، وفي نفس الوقت عمال بيستقبل كلمات من الرب، في الوقت نفس الوقت مستخدم جدا. بابل هو سيستم العالم اللي طول الوقت بيطلع قرارات opposing، مضادة للصلاة. طبعا مش انتوا بس، عمركم شفتوا مؤمن ملوش نفس يصلي؟ ما شفتوش طبعا قبل كده. ده طبيعي. تقولي ازاي طبيعي؟ اقولك لان بابل طول الوقت بتعمل بريشر علشان تطفي نار الصلاة طول الوقت، طول الوقت. ليه؟ اقرا دانيال، ارجع كده عدي على، كلكم عارفين القصص بتاعته، بس ارجع بص كده وبص من بعيد، شوف بابل بتعمل ايه لدانيال، وشوف ده سيستم العالم بيعمل ايه لاولاد الرب. فببساطة كل شوية يطلع قرار عشان يتحرك ضد نقطة القوة في حياة ولاد الرب. فممنوع حد يطلب طلبة من أي حد آخر إلا التمثال بتاع الملك. ممنوع حد يطلب طلبة. ليه؟ ده 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 القوة المضادة اللي في بابل علشان ما تقفش قدام الرب، وتقف قدام أي حاجة تاني، تنشغل بأي حاجة تاني، distractions بأي طريقة، فيملك بأي سيستم مضاد للنار. لأن وقوفك قدام الملك هو وقوفك قدام الرب هو وقوفك قدام قوة الحرارة الروحية، هو اللي بيزبط كل حاجة في حياتنا. كلكم عارفين القصة في دانيال 5، مش هنفتحها. يقول لك دخل دانيال بيته، فاكرين، وفتح الكواة كما كان يفعل كل يوم. فكده من الآية دي نكتشف ان ده كان لايف ستايل، ده كان نمط حياة، ده كان اللايف ستايل بتاعه. وسجد. أتاري أخونا دانيال حياة السجود عنده حياة يومية وثلاث مرات في اليوم وهو شغال. كان بيشتغل في القصر، ده عليه ديماند. فبس اللايف ستايل بتاعه كان مليان سجود،
عشان كده دانيال مش بس كان ناجح روحيا، مش بس كان بيستقبل مدركين ان دانيال من الاف السنين استقبل نبوات حتى نهاية العالم. يعني 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 طب يوحنا ده قريب شوية مننا، بقاله 2000 بس، فدانيال ده من قبل كده بكتير بالإعلانات حتى آخر الأيام. دانيال كان ناجح روحيا، وتدرك أنه كان ناجح روحيا بسبب السجود كما كان يفعل دائما، فتح الكوة تجاه حضور الإله، تجاه الهيكل كما كان يفعل دائما وقام يصلي. ليه؟ لأن الستركتشر بتاع العالم ما قدرش يبرد الستركتشر أو الهيكلة بتاعت سجوده قدام الرب. خليني أشجعك، تقدر تشوف المشهد ده حضرتك وانت ساجد جنب سريرك ورب يقوم مرتب لك يومك بدون ما يقولك اعمل كده، ولو كان هيعمل كده يبقى حلو قوي، بس يقوم مرتب خطواتك في كل طرقك، اعرفه وهو يقوم ايه سبلك، يقوم مزبط كل ايه. تخيل معايا انك بتسجد ورب يقوم اوكي انا هزبط لك اليوم حتى وانت مش داريان، انا هزبط لك اليوم. امين. حبيبي أغلى طلبة بطلبها لنفسي، يا رب أنا عايز أكون دايما في المكان الصح في الوقت الصح بعمل حاجة صح. وأنا بشاركك علشان مش عشان أقولك أنا بصلي صلوة، أنا بشاركك عشان تصليها معايا زي ما بصليها لنفسي. أنا عايز أشجعك، قول يا رب أنا عايز كل حاجة في حياتي تبقى كده محطوطة في المكان صح دايما في الوقت الصح في المكان. قلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. قول له عايز اكون دايما aligned في خطوط مستقيمه مع القصد مع المشيئه. ايه اللي يعمل ده؟ معقوله انا دماغي تستوعب وتبقى مدركه ومصحصحه وتبقى يعني مظبوطه قوي كده؟ لا، يمكن انت تقدر انا ما بقدرش. ايه اللي بيخليه ممكن يحصل فينا كده؟ انك بتسجد يا يشوع كان واقف بيقول له انت لينا ولا علينا، فاتح صدره انت لينا ولا علينا، لا يا حبيبي انا ما تفتحش صدرك علي. انا مش ليك ولا عليك، انا رئيس جند رب الان اتيت. فسجد يشوع، ولما سجد يشوع تقل السؤال صح، عايز تقول لي بماذا يكلم سيدي عبده؟ وهنا الاستراتيجي حصلت، وهنا الاستراتيجي اللي مش منطقيه اللي ما كانش يقدر يجيبها يشوع بدماغه، اللي ما كانش ينفع يدبرها ويزبطها ويعملها صح جدا بدماغه، انه يلف. كلكم عارفين قصه اريحا، ويدور حوالين اريحا اول يوم تاني يوم وصامتين. استراتيجي حصلت امتى؟ لما سجد يشوع. امتى؟ مش بس دانيال نجح روحيا، لا نجح في الشغل، نجح مع الملوك. ده بابل انهزمت وجد مادي وفارس، ومادي وفارس دي اشرس. يعني لو بابل كانت شرسه والعالم شرس في بعض احيان، بابل انهزمت وجد مادي وفارس، ودي مملكه اشرس، ودانيال ناجح برضو. ودانيال كان محبوب من ملوك نبوخذ نصر وبلشصر ابنه، بقى كان محبوب من داريوس بتاع ماديو فارس اللي هو الشريعة لا تنسخ، يعني الكلمة اللي تخرج من داريوس ده مرهبة ما ترجعش فيها. هو أصلا قصة إن ما حدش يطلب حاجة إلا من الملك كان قصة داريوس. ليه؟ شريعة ماديو فارس شريعة قاسية لا تنسخ، يعني ما ينفعش تغير منها أي حاجة. فمش بس نجح روحيا دانيال بسبب السجود، لكن نجح عمليا، نجح في حياته، نجح في كل الممالك اللي مر بيها، واستمر دانيال ومؤثر. هو اللي أثر يعني في فاكرين قصة كورش؟ عارفين القصة دي؟ دي قصة حلوة جدا، لأن دانيال أخذ أسفار أشعية وادها لكورش الملك، وهو ده اللي خلى كورش الملك يأمر بإعادة بناء الهيكل. التقليد اليهودي يقول لك كده ان دانيال اخذ سفر اشعيا وقام اداه لكورش الملك، قال له بص حبيبي اسمك مكتوب في اشعيا، واشعيا ده بقاله 300 400 سنه مكتوب. والتقليد اليهودي يقول لك ان كورش اخذ سفر اشعيا وقفل على نفسه الباب وقضى الليله كلها بيقرا سفر اشعيا، خرج الصبحيه قال الرب قد نبه روح كورش ارجعوا ابنه الهيكل. الرب استخدم دانيال مع كورش الملك علشان يستخدم في مقاصد الرب، والرب عايز يستخدم كثيرين وكثيرات هنا مع المديرين في الشغل، مع الناس المهمة في البلد. إنه زمن، by the way، بالمناسبة، إنه زمن الكنيسة تقف قدام ملوك ورؤساء. ودي طلبة تطلبوها، وطلبوها من أجل البلاد اللي انتوا جيتوا منها كمان، أياً كان البلد جيت منها. تعالوا نبص على السؤال نمرة 2. سؤال نمرة 1،
كان أنت لنا أم علينا؟ فكانت الإجابة إيه؟ نو. الإجابة نو يا حبيبي، أنا ولا ليك ولا عليك، أنت تسجد. والهدف من هذا السؤال قوة السجود، قوة السجود. ولو مش بتقدر، أنا مش بقولك ده، ليكن قلبك ساجد. بس السجود كأنه أنت ساجد ورب يقوم موضب مرتب 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 كل حاجة حواليك. إنجيل لوقا، تاني سؤال، لوقا واحد، أخونا بالضبط كده، أخونا زكريا بيكهن في الهيكل قدام الرب، فظهر له الملاك جبرائيل. جبرائيل اتنرفز من زكريا، عارفين كده؟ جبرائيل قال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله، أنت عارف أنا مين؟ أنت عارف أنت بتكلم مين؟ ليه جبرائيل قال كده؟ ده عدد 19، بسبب عدد 18، قال زكريا للملاك كيف أعلم هذا؟ الملاك كان جاء لزكريا وقال له بص حبيبي، في ملء هذه السنة تكون أنت وزوجتك عندكم ابن، أنت وليصابات تلد ابنا وتسميه يوحنا، وعلى حياته دعوة. فأخونا زكريا قال أنا صليت كتير وبقال سنين بصلي وبخش قدام في الهيكل وبصلي وطلبت الطلبة دي كذا مرة، كيف أعلم هذا؟ إيه اللي يضمن لي؟ كيف أعلم هذا؟ وده سؤال غلط. كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. أجاب الملاك وقال له أنا إيه؟ أنا جبرائيل الواقف قدام الله. سؤال غلط إنك تقول له إيه اللي يضمن لي؟ لما رب يكلمك بحاجة، سؤال غلط إنك تقوله إيه اللي يضمن لي. سؤال غلط إنك تقوله أنا يعني. سؤال غلط إنك تتعامل مع الدعوة ومع الكلمة ومع اللي بيقوله لك على حياتك بلغة العيان بتاعي كذا والعيان بتاعي كذا، ما مش مصدق. سؤال غلط. زي ما السؤال الأولاني أنت لينا ولا علينا مش مزبوط، علاجه السجود. سؤال غلط ان ربي يكلمك وانت تتعامل مع هذه القصة بحسب العيان. قال له ليه كيف اعلم هذا؟ لاني شايفينها في عدد 18. قال زكريا الملاك كيف اعلم هذا؟ ده سؤال. لاني انا ايه؟ شيخ ومراتي متقدمة في ايامها، ففي عيان، وفي عيان ضد اللي انت بتقوله، فإلي ضمني انه يحصل. انا صليت قبل كده كتير ما حصلش حاجة، والنهاردة في عيان. تعرفوا حد بيعمل كده؟ كلنا بنعمل كده. في عيان وانا صليت قبل كده، فانا صليت اديتك فرصه انك تعمل المعجزه دي قبل كده وما عملتهاش، فانا صليت قبل كده لانه الملاك قال له قد سمعت صلاتك. انا صليت قبل كده كذا مره وما حصلش حاجه، والنهارده العيان ضد اللي انت بتقوله، ايه اللي يضمنني؟ ده سؤال غلط. وهذا السؤال مشكلته حاجه واحده، انه بيخليك تسكت. فاكرين قال له ايه؟ ها انت عدد 20 تكون صامتا ولا تقدر ان تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. يعني إيه صامت؟ يعني بيوقف الشهادة في حياتك، بيوقف شهادة الصلاة، بيوقف شهادة الإيمان، بيوقف شهادة التأثير، وبيخلي كل حاجة سكتت. طبعا برضو مش أنتوا، بس عمركم قابلتوا مؤمن تحس إن هو ما عندوش حاجة يقولها؟ عمركم قابلتوا مؤمن يقول انا مش لاقي صلاه، مش لاقي ايمان، مش لاقي، مفيش حاجه ليها معنى؟ ايه اللي حصل؟ هو بقى ساكت. لو رجعت معاه، هو بقى ساكت ليه؟ هو بقى ساكت لان في يوم، في مرحله من اسبوع او من سنه او من سنتين، جاء الرب وقام كلمه بوعد وكلمه بدعوه وكلمه بايه وكلمه بقصه، وهو عمل معاه زي ما عمل زكريا. إيه اللي ضمني؟ ما أنا صليت قبل كده وما حصلش، والنهاردة العيان بتاعي وشغلي وظروفي وأجواء العلة بتاعتي منع إنه الوعدك ده يحصل، فكيف أعلم هذا؟ ورب يقول أنت، هذا السؤال بيخليك صامت، بيوقف الشهادة. فكين أخونا لوط لما الملاكين جوله علشان سدوم وعمورة،
قالوا له جمع الناس المؤمنين بلغة يعني لغة العهد الجديد، جمع المؤمنين عشان رب هيصنع قضاء على سدوم وعمورة. جمع حد؟ ما جمعش حد. ليه؟ لأنه لوط فقد الشهادة، لوط فقد قوة الشهادة. ده كان بناته مخطوبين لناس ما جوش. ليه؟ لأنه ما فقدوا الشهادة، فقدوا الشارب إيدج، فقدوا الصوت اللي ممكن يخرج بيهم، فقدوا الصوت. لوط فقد صوته في سدوم وعمورة لأنه فقد إدراك الدعوة، فقد أنه سامع من الرب ورب يقوله ما تحكمش بحسب العيان، ما تحكمش بأن سدوم وعمورة جميلة فيبقى هنا نو. لأن لوط اختار بدماغه. فمن فضلك ما تسمحش أن الشهادة تطفي فيك، من فضلك ما تسمحش أنه صوتك يفضل مكسور، أن الصوت والتأثير اللي خارج منك لأنك قررت أنك، أنا مش بكلمك أنت بكلمك أنت الحقيقة، قررت أنك تعيش عادي، جيت في الملف في الراوند أباوت واخترت إكزت العادي، اخترت إكزت العيان، أهو ده العيان. وأنا صليت قبل كده فخلاص، كيف أعلم هذا؟ أنا شيخ ومراتي متقدمة في أيامها وصليت قبل كده، كيف أعلم هذا؟ قالوا من اليوم ده تكون صامت. بتفقد الحدية، بتفقد ياما ممكن ناس حتى تقول كلام كويس بس ليس له تأثير، لأنه في داخل حياته هو فقد صوته. اوعى تفقد صوتك. فاكرين لما خلينا نبص على الجزء الايجابي في زكريا عشان يعني ما حدش يحس ان ما بيني وبين زكريا حاجه وحشه يعني. لما جم يسموا الابن فاكرين 57 في لوقا 1:57، اما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها واقربائها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. في اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه، العالم يحب يعمل كده، سموه باسم ابوه. عارفين القصة دي طبعا. سموه باسم ابوه زكريا. يعني مش ده اسمه ممل قوي؟ يعني كان حيبقى اسمه زكريا، كان حيبقى اسمه كده فعلا. وشوف العالم بيعمل ايه، شوف النورمال، اختيار انك تختار الطبيعي ما بقاش في حاجة جديدة، ممل. لما بتختار الطبيعي بتزهق. الحقيقي اختيارك الحياة العادية المعتادة مملة، ده الحقيقي. فلما اختاروا، لما جم يسموا الولد أم سموه زكريا تاني. بص معي، أجابت أم وقالت نو. ليه؟ لأنه يقول التقليد، يقولك التقليد أنه زكريا أم لما كانش بيتكلم أم كتب لها انه انا حصل معايا كذا وانا مش قادر اتكلم، بس ربنا قال لي ان هيبقى عندك ابن وهيبقى اسمه يوحنا. قالت لا، بل يسمى يوحنا. فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. انت هتكسري المعتاد، انت هتغيري، احنا بقالنا سنين بنعمل كده. هتكسري البوكس. احنا اللي نعرفه، ودي مش ايه اللي احنا نعرفه احسن ايه، ودي مش ايه. فبعض الحين في الناس متصورة دي آية، نعرفه أحسن ما نعرفوش، نعرف زكريا ما نعرفش يوحنا. ليس أحد في عشرتك تسمى بهذا الاسم. ثم أومأوا إلى أبيه، لأنه لسه ما بتكلمش، ماذا يريد أن يسمى؟ فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. خلي بالك، في الحال انفتح فمه. أول ما ظبط قلبه وزبط صوته وزبط فكره مع أصلاً الدعوة اللي في حياته، انفتح فمه وتنبأ مرة تانية ورجع أم تنبأ على يوحنا. ليه؟ لأنه أول ما حياتك بتتزبط مع القصد، مع الصوت، مع الكلمة، مع اللي رب دعاك ليه، بتسترد كل حاجة. يمكنك أن تسترد أزمنة طويلة، ممكن تسترد أوقات ضاعت. أول ما بتقف قدام رب، يا رب أنا عايز أزبط كل حاجة، أنا بسجد قدامك، أنا عايز كل حاجة تحط في مكانها، عايز أكون دايما في المكان الصح في الوقت الصح، بعمل حاجة صح قدام حضورك والمجدك. كل ما بتعمل كده بتسترد مكان قوتك. ففي الحال انفتح فمه وابتدى يتنبأ ويعظم الرب. ليه؟ لأنه رجع الحياة مرة تاني إلى الكلمة اللي الرب قالها له يوحنا. أمين. آخر سؤال، سؤال كلكم عارفينه برضو في لوقا 1، لما جبريل كان مشغول، كان فيه ترافيك كتير في إنجيل لوقا ما بين السماء والأرض،
زي ما كنا بنحكي. عارفين قبل ما قبل المجيء الاولاني كان في ترافيك كتير ما بين السماء والارض، ناس عماله بتحلم وملائكه عماله بتظهر، فاكرين وصلنا في الاعالي ترافيك. قبل المجيء التاني برضو الترافيك هيبقى كتير على الكنيسه، ترافيك السماء هيبقى كتير على الكنيسه. عشان كده الكنيسه بتتملي في الازمنه الاخيره بقوه خاصه. تقول لها في الازمنه الاخيره ارتداد عظيم، اقول لك ارتداد عظيم ومجد عظيم في نفس الوقت، مجد عظيم في نفس الوقت. ليه؟ لان رب زود الترافيك السماوي على الكنيسه قبل المجيء الاول. تقرا كده في لوقا 1 لوقا 2 ترافيك، حركه، ملائكه طالعه نازله واحلام ورؤى، كل ترافيك. وقبل المجيء الثاني برضو كده. ف جبريل كان عنده شغل كتير، فراح لزكريا كلم معاه، بكى راح للعذراء مريم، فاكرين عدد 29، لما راته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحيه، قال لها الملاك لا تخافي يا مريم، قد وجدت نعمة عند الله، أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيم، ابن العلي يدعى، يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. أخونا زكريا أول رسالة راح بيها، سوري، أخونا جبرائيل الملاك رئيس الملائكة، أول رسالة راح بيها لزكريا قال له هتجيب ابن. تاني رسالة راح بيها العذراء مريم قال لها هتجيبي ايه؟ ابن. اخونا زكريا متجوز بس تقدم في الايام، العذراء مريم مش متجوزة، فالعيان اصعب. يعني هي اللي كان ليها الحق تقول له كيف يكون هذا، انا لست اعرف رجلا. زكريا قال لها كيف يكون هذا، ايه اللي يضمني، انا صليت قبل كده وانا متقدم في الايام ومراتي تقدمت في الايام، ما ينفعش. العذراء مريم سؤالها مختلف خالص، مختلف تماما. عدد 34، قالت مريم للملاك كيف يكون هذا، مش كيف أعلم هذا. ففرق ما بين السؤالين. أول سؤال أنا بلخص لك بس، أنا بختم. أول سؤال كان يشوع، أنت لينا ولا علينا؟ إنه يا حبيبي أنا رئيس جند الرب أسجد. تاني سؤال كيف أعلم هذا، إيه اللي يضمني، إيه اللي يضمني إن كلامك مظبوط؟ قاله حبيبي السؤال ده غلط، هيخليك ساكت لغاية لما تزبط نفسك على اللي أنا بقوله لك. تالت سؤال كيف يكون هذا؟ يا رب أنت داعيني دعوة استحالة أعملها، وكنت بشاركك لو أنت كنت موجود يومين اللي فاتوا، لو الدعوة اللي رب دعيك ليها تقدر تعملها يبقى ده مش الرب اللي دعيك. دايما الرب يدعوك لحاجة ما تقدرش تعملها. بعضكم محتاج يسمع الجملة دي مرة تاني. دايما الرب يدعوك لحاجة ما تقدرش تعملها عشان طول الوقت تعتمد عليه. لكن لو تقدر تعملها هتعملها من غيره، لكن لو ما تقدرش تعملها هتعملها معاه. Are you here؟ اوكي انا بطمن بس. لو انت هتقدر تعملها هتعملها من غيره، لو انت ما تقدرش تعملها هتعملها معاه. وهو بيحب كده، هو بيحب ان يمشي جنبك وبيحبك انك تمشي جنبه، هو بيحب ان الرحلة والمشوار ما تمشوش لوحدك، هو بيحب كده. عشان كده جاء وتجسد عشان يكون موجود فيك وانت بتعمل كل حاجة فتعملوها معا، نحن عاملان معه. فقالت العذراء مريم للملاك كيف يكون هذا، ازاي هيحصل وانا لست اعرف رجلا. خليني اقول جملة جريئة، لكل سؤال حضرتك بتسأله ازاي هيحصل، لكل سؤال بتسأله ما بينك وبين الرب، لكل سؤال بتسأله جواك، لكل سؤال بتسأله للقادة الروحيين في العمل بتاعك، أيا كان كنيستك أيا كان عملها، إزاي هنعمل كده؟ الإجابة واحدة زي ما تقالت العذراء مريم، هي حضرتك. مفيش حاجة تخلي حضرتك أو حضرتك أو أنا أو أي حد فينا يعمل أي حاجة إلا الروح القدس. كيف يكون هذا؟ قالها الروح القدس وقوة العلي. هو ده العلاج، هو ده الإجابة المستمرة التي لن تتغير لهذا السؤال الأبدي اللي بيستمر جوانا. كيف يكون هذا يا رب؟ إزاي أقدر أعيش قداسة؟ بلاش دعوة، أنت بتطلب قداسة. فاكرين يسوع قال إيه؟ كما أن الآب قدوس كونوا أنتم أيضا. وريني شطارتك. أنا بقول لك، أنا بقى بقول لك وريني شطار، وريني قداسة على مستوى الآب. تقدر تعملها؟ يمكن تقدر، انا ما اقدرش. ولما اقف قدام الرب اقول يا رب ازاي بتقول لي اكون قدوس كما انت قدوس، نفس الاجابه، الروح القدس يحل وقوه العلي تظللك. عشان الروح القدس مسموش كتير، بنسوي الروح القدس ده مضارع ومضارع، ويعني
مضاف ومضاف إليه. أشكرك thank you. بدور على الجملة دي بنساها دايما. مضاف ومضاف إليه هو اسم مركب يعني الروح القدس؟ لا، هو اسم روح القداسة. هتفهم حاجة؟ يا رب أنا إزاي بتطلب مني قداسة في عالم فاسد زي كده؟ أقولك الإجابة هي هي، كيف يكون هذا؟ إزاي يا ربي ولادي كيف يكون هذا؟ الروح القدس وقوة العلي. كيف أعيش باستقامة؟ الروح القدس وقوة العلي. كيف أخدمك؟ الروح القدس وقوة العلي. كيف أعيش بكمل صلاة والنار ما بتطفيش في حياتي؟ الروح القدس وقوة العلي. هو هي كل هذا السؤال اللي أبدي فينا، اللي بيستمر جوانا، إجابته أبدية. ما فيش قوة تقدر تعمل اللي بيدعوك ليه الرب غير الروح القدس وقوة العلي. طب أعمل إيه؟ أقولك كل حاجة، أقف قدام الرب وقوله ملاني. عشان كده قال لا تسكروا بالخمر على سبيل الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. ليه؟ لأن الروح القدس هو الـ هو الـ 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 هو الرب الساكن فيك اللي مستعد يعمل اللي انت ما تقدرش تعمله. وعن عن 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 خبرة ضعف بقول لك احنا ما نقدرش نعمل حاجات كتير قوي، وملهاش حل غير ان الروح القدس وقوة العلي تملانا. فلا تسكروا بالخمر لكن امتلئوا، امتلئوا بالروح. القصة يمكن عندك بحسب خلفيتك صور معينة عن يعني ايه امتلئوا بالروح. من فضلك الغي كل الصور. وهو روح القدس ده مين؟ ده الرب، ده الرب. تعرفوا قانون الإيمان؟ نحن نؤمن بالرب الروح المحي. ده الرب. قل له ملاني بيك يا رب. لو مش عاجبك انا بتملي بالروح القدس. لو لكن ادرك لما تقول له انا املاني يا روح الله، انت بتطلب ان ربنا يملاك، بتطلب ان الهيكل، انت هيكل الله. معقوله تبقى هيكل الله والله مش ساكن في مش 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 مالي الهيكل بتاعه؟ انت بتطلب ان الله يملى الهيكل بتاعه. لما بتسجد قدام الرب كل يوم الصبحية انت عايز الله يملى الهيكل بتاعه عشان لما تروح شغلك تبقى ناجح زي دانيال قدام كورش وقدام نبوخذ نصر وقدام بلتشسر، ويغيروا السيستم في الشغل ويغيروا المانجمنت في الشغل ويجيبوا مانجرز صعبين. وان يو ار انت زي ما انت مستمر وعمال بتنجح وعمال بتكبر وعمال بتترقى في الشغل، يغيروا السيستم زي ما هم عايزين في الضرايب وفي مش عارف ايه وفي البلد وفي يزودوا مش عارف ايه، وانت زي ما انت. ليه؟ لانك انت في نفس المكان من السجود، في نفس المكان من الوقفة، في نفس المكان من الاعتماد. كيف يكون هذا؟ ملهاش إجابة غير الروح القدس وقوة العلي. عشان كده العذارى الحكيمات كان معهم زيت زيادة، فاكرين؟ دي مش ترميمة زيت زيادة، بس كان معهم ترميمة، معهم مصباح. كلكم عارفين كان في مصباح وأنية. أنا هختم. العذارى الحكيمات كان معهم مصباح وأنية، العذارى الجاهلات كان معهم مصباح بس ما كانش معهم أنية. المصباح هو المنظر العام قدام الناس. فالمصباح ده كانوا بيملوه بيولعوا الفتيلة فمليانة نار، ويخش العريس عشان كده العذارة كانوا في العرس، ويرفعوا المصباح كده وهو يعدي زي وهو يعدي في الوسط كده، والعذارة عن يمين وعن شمال عشان كده كانوا 10، 5 عن يمين وخمسة عن شمال، ويرفعوا المصباح والعريس يخش في النص. دول العذارة المستعدين المنتظرين العريس. لما العريس أبطأ الزيت قل في المصابيح. عايز اقول لك ان العذارى الجاهلات والعذارى الحكيمات المصابيح اتطفت. حتى الحكيمات المنظر اللي من بره المشهد قدام الناس كانه ما فيهوش زيت، بس الحكيمات كان معاهم انيه. ده ايه؟ دي الحياه الشخصيه، دي الحياة اللي في المخدع، ده السجود اللي جنب السرير اللي حكينا عليه، ده اللي في المخدع. ولأن كان معهم أنية فيها زيت، أم أخدوا من الزيت ده وصبوه في المصباح وبقوا مستعدين. انتوا هنا؟ عشان كده ما كانوش بخلة. فاكرين لما الجاهلات قالوا له ادونا من الزيت اللي معاكم؟ قالوا ما نقدرش نديكم. القصة كلها ايه؟ ان ما اقدرش اديك من حياتي الشخصية، لا دي حياتك الشخصية. اقدر اديك من المصباح بس مصباحي فضي، لكن ما اقدرش اديك من الانيه، لان الانيه ده بيرسونال لايف، ده سيكريت بليس، ده المكان المخدع ما بيني وبين الرب. ففي عذارى حكيمات مليانين زيت، وفي ناس عندهم صوت بينادوا قد جاء العريس، ده وقت العريس يجي. ايه رايك تكون يا اما حكيمات يا اما صوت؟ بلاش جاهلات. ليه؟ لانه ده زمن تتملي بربنا، زمن اجابه سؤال كيف يكون هذا؟ الروح القدس وقوة العلي. إجابة سؤال كيف أعلم هذا؟ هتسكت لغاية لما تزبط.
كلامك مع الرب. إجابة سؤال أنت لينا ولا علينا؟ سجود، اسجد، اسجد، لأن أول ما بتسجد قدام الرب كل حاجة بتتحط في مكانها. أمين. تعالوا نغمض عيننا ونصلي مع بعض. يا رب في هذا اليوم بنسجد قلوبنا قدامك، أنت هو الرب وليس سواك. نحب اسمك ونحب حضورك ونحب عروستك كنيستك الكرمة المشتهى. هللويا. يا رب جوانا أسئلة كتيرة، جوانا أسئلة كتيرة، بس بنأتي ونسجد قدامك ونقول لك أنت وليس سواك. تلينا ولا علينا؟ وانت تقول نو، انا الملك، انا الالف والياء. كان ممكن تقول لي يا شعب ببساطة حبيبي انا ليك، بس الاجابة انا الرئيس، انا الملك. فسجد يشوع وخر. بماذا يكلم سيدي عبده؟ بنسجد عندك، بنسلم كل الحياة، بنقدم كل ظروفنا وحياتنا ونحطها قدامك ونفرشها قدامك زي ما أشعيا كده فرش الرسائل قدام الرب في الهيكل. بنفرش كل حياتنا قدامك النهاردة، بنفتحها، بنسجد. بماذا يكلم سيدي عبده؟ مش بنقولك أنت لينا ولا علينا، بنقولك أنت الرب وليس سواك. نقول لك سود يا ملك، نقول لك سود يا سيد، نقول لك رين، املك، املك يا ملك الملوك، املك ورتب انت، حط كل حاجه في مكانها في حياتنا. رتب اللي احنا واخدين بالنا منه ورتب اللي احنا مش واخدين بالنا منه. اتاري في حاجات في ظهرنا احنا مش شايفينها بس انت شايفها، في حاجات احنا مش مدركين ان احنا لازم نصلي من اجلها بس انت شايفها، فبنسجد. استراتيجية النجاح مش هنعرف نجيبها من دماغنا بس عشان كده بنسجد. استراتيجية ان احنا نوضب حياتنا وبيتنا وولادنا مش ممكن نجيبها كلها بدماغنا، عشان كده بنسجد، بنسجد حياتنا قدامك يا رب. هللويا. يرى المستحيل وقد صار واقعا، روح الله يظهر ثمرك. هللويا. ليحل سلامك في قلبي دائما، يثبت في وجه العاصفه. سلام يفوق كل عقل سيدي، روح الله يظهر ثمرك. املأني حبا واشعل لي بنارك، ابقى لي يسوع خادما. روح الله يظهر ثمرك. أعطيني إيمانا فأرى ما لا يرى، ينقل جبالا عاليا. يرى المستحيل وقد صار واقعا، روح الله يظهر ثمرك. أعطيني إيمانا فأرى ما لا يرى، ينقل جبالا عاليا.
يرى المستحيل وقد صار واقعا. روح الله يظهر ثمرك. ملانا، لو تحب مدي ايدك قدامك قاعد واقف قول له ملاني 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 ايمان، ملاني من نار محبة، ملاني بيك ملأ الذي يملأ الكل في الكل. نحن من ملئه جميعا نأخذ نعمة فوق نعمة. ملانا بالمجد، ملانا بالروح، ملانا بكلمتك، ملانا برؤية دعوتك لحياتنا، ملانا إيمانا. تعرف الإيمان من ثمار الروح، والإيمان برضو من مواهب الروح. تعرف الروح القدس عايز يفيد ثمار ومواهب اسمها إيمان. احنا ممكن اختي لولو تقودنا مره تاني في هذه الترنيمه، لانه دي طلبه، دي عطش، دي صلاه انت احنا بنصليها مع بعض. املانا حب، املانا ايمان، املانا كلام، املانا صلوات، املانا من روحك، املانا بيك يا رب. املانا هذا اليوم. جبال بتتنقل، العيان بيتغير، كلمتك بتنجح في حياتنا، ما نكونش صامتين. املانا هذا الايمان باسم الرب يسوع. اطلبها اعتشها. ينقل جبالا عاليا، يرى المستحيل وقد صار واقعا. روح الله يظهر ثمرك. تيجي نقف مع بعض، تعال نقف كلنا نقولها. ليحل سلامك في قلبي دائما، يثبت في وجه العاصفة. سلام يفوق كل عقل. سيدي روح الله ليظهر ثمرك. كل حد فينا كل أسئلة غير مجاب عليها، كل أسئلة متلخبطين فيها. بشكرك يا رب أن سجودنا قدامك وعبادتنا قدامك بنثق أنها بترتب كل حاجة في أسئلتنا، بترتب كل حاجة في حياتنا، بتضع كل الأمور في نصبها، بتضعنا في الخطوط المستقيمة مع مشيئتك ومع قصدك، بتطلع مننا الصوت ماشي مع كلمتك في حياتنا، بتخرج مننا واحنا بنقول يوحنا بدل ما بنقول زكريا، واحنا بنقول ايماننا مش بنقول العيان بتاعنا، واحنا بنعلن امنت لذلك تكلمت، لان خارج مننا ايمان، خارج من كل حاجه، خارج من صوتنا ومن عبادتنا من خطواتنا من ايماننا. اشكرك، املانا بروح الايمان. لو مره كمان لو تحب مد ايدك معايا قول يا رب ملاني روح الإيمان، ملاني من روح الإيمان، روح لنا هذا الإيمان عينه، أمنت لذلك تكلمت. أشكرك من أجل روح الإيمان اللي بيملأ الكنيسة، أشكرك من أجل روح الإيمان اللي بيفيض على كل واحد واحدة فينا باسم الرب يسوع. الإيمان بيصنع آيات وعجائب. أي حد هنا محتاج آيات وعجائب في ظروفه أو في حياته، الإيمان بيصنع آيات وعجائب. فشجعك وشجع إيمانك جدا، لا مستحيل لا يعثر على الرب أمر، لا مستحيل لا يعثر على الرب أمر. كيف يكون هذا؟ الروح القدس وقوة العلي
في اسم رب يسوع. Still in it.